أفادت مصادر مطلعة أن عدداً من مسؤولي حزب الله تم وضعهم في الحجر الصحي الخاص الذي يقيم فيه الحزب إثر إصابتهم بفيروس كورونا. وأضافت المصادر أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يخضع هو الآخر للحجر الصحي الخاص لمنع وصول الفيروس إليه علماً أنه غير مصاب، في حين سجلت لبنان حالة وفاة ثانية بفيروس كورونا مع تسجيل 8 حالات جديدة مصابة بكورونا اليوم، لتصل الحصيلة إلى 61 حالة بحسب ما أفادت به الصحة اللبنانية.